سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. الوغ انا عاد طفات هاد الشمعه وعاد نحط لكم هاد لا فيديو. صراحه هادشي اللي كتشوفوا معايا في الاول كنت كنوجد السفوف ولا سلو، درته الليله ديال رمضان، يعني لغد ليه رمضان. ديك الليله سهرت عليه، ديك الليله حتى صوبته، وعاد كتاب غادي نحطو لكم لان كانت لا فيديو قصيره وما جاتنيش نحطها لكم هكا، قلت ندير عليها شي حاجه اخرى وبقات هكا كل عجز. راكم عارفيني انا مع لي فيديو العجز كنعجز نصور ودير المونتاج وما عرف شنو، ومع رمضان ومهم راكم عارفين. صافي، وانا اليوم عاد كتب الله باش نحطها لكم. حتى جاني السويك اللي صيفطات لي ماما، صيفطاتو ليا قبل رمضان، عاد وصل. راكم عارفين دابا لي ترونسبور كاين مشكل كبير، ماشي كلهم خدامين، واللي خدامين كيتعطلوا بزاف باش يوصلوا داكشي. وعاد هنايا كنغفلها، كنقال لها حتى لحد عاد يخرج، وعيط لها الخميس قال لها راه اليوم مع 6 العشيه، دونك نضطر داك النهار باش تجمع ليا الصاك. واخا هكاك برافو عليك ماما، راكي اونباليتي داكشي على حقه وطريقه. داكشي كان اونبالي باش نحلو. مهم راكم تشوفوا معايا كلشي. الوغ صيفطات ليا هنايا شنو داز، والله ما عقلت. صيفطات ليا السمن، ها هو ديك اللي كنحلو معكم دابا، وصيفطات لي هذاك كنور ديال السمن حتى هو، وصيفطات لي شو سميتو ديك الضامه ديال الزعفران. عندي زعفران شعرة، ولكن دي فوا كنبغي نطيب شي حاجه بحال هكا، كنشوف شي وصفه هكا كتعجبني كيكونوا دايرين فيها هذا، تنبغي نديرها. المهم ضروري يكون عندي هكا في الدار. وصافي وصيتها على ناريه. البنات هنايا راه باش تتمرضي كتبقى يقولك خلي المناعه ديالك تخدم، كيعطيوك لا دواء لا والو. وصيتهم صيفطوا لي الدواء ديال الرواح. صافي الفلان هادشي راه ما موصيتش ماما عليه، بحال الفلان ما وصيتهاش عليه، صيفطاتو لي عارفه في رمضان كنبغيه. والضفار لي فوزونغل كيعجبوني هذوك ديال المغرب. و ماما فوق ما تصيفط لي شي حاجه كتصيفط ليا معاها المشاطي ديال المغرب. المهم شي وحده الا كانت في المانيا بغاتني نعطيها ولا نبيع ليها، راني عندي ستوك هنايا ديال المشاطي ديال المغرب. ايوا المهم صيفطات لي هنا مقيله هذيك ديال الحرشه وداكشي، حتى عندي وحده كبيره ما كتصلحش ليا انا، هذيك الكبيره صافي قلت لها صيفطي لي شي وحده صغيره هكا. صيفطات لي نيدو نيدو ماما اللي صيفطتي لي ديك المره راه باقي عندي. وهذا الصابون البلدي، وصيت على الصابون البلدي البنات لان راني ما كينوضش ليا الوسخ هنايا والو 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 والو. وصيت على الصابون البلدي، صيفطات لي هذا ديال الخزامه، ومن بعد راه لقيت حتى الاخر العادي. انا صراحه يعجبني العادي، ولكن دابا نجرب هذا الخزامه الا كان زعما كينوض الوسخ راه مزيان. هادو البنات هاد لي بلاطو اللي غنوريكم دابا. المهم داكشي كان بعدا اونبالي، تبارك الله عليك ماما. هاد لي بلاطو خديتهم من عند واحد لاباج انستغرام سميتها ماعون، ديجا خديت عندها، ديجا خديت عندها قبل، ديجا كنعرفها اصلا، كانت بروف ديالي في دوزيام اني وقيلا، في دوزيام اني وي، كانت كتقريني ماركتينغ، ودابا ما بقاتش كتقري في المغرب ولا يمكن في فرنسا. ودابا دارت واحد البروجي ديالها كتبيع فيه هكا المعينات الديكورات وداكشي، وعندها داكشي زوين و تالي بري زعما ريزونابل. ديجا خديت من عندها فاش كنت في المغرب شي تخربيق مو بشي حاجه قليله، ودابا كانوا عجبوني عندها هذا، وصيت اختي تكومونديهم ليا من عندها. وهادو غزالين، انا خديتهم في لو بلون، اختي خداتهم في لو نوار، ما كانوش بقاو عندها لو بلون، اختي كانت باغا في البلون ما خداتهمش، وخديت عندها هاد الكيسان ديال اتاي، عجبوني بزاف. وحتى لو بري كان رخيص بزاف، كانوا كيديروا 200 درهم فوالا. وهاد الشيء اللي كنت كنقلب عليه وكنتسناه الشباكيه والبريوات. نورمالمون انا كل عام كندير البريوات بوحديتي، الشباكيه عمري درتها، والسفوف حتى هو ما عمري درته، ولكن هاد العام كنت درته حتى دوزت رمضان في المغرب وجيت درته هنايا.
وقلت لماما والله هاد العام ما فيا لي يدير شي حاجه، افاك صيفطي لي. وصلت واحد السيده من العائله اللي كنسلم عليها حتى هي تدير حتى هي هاد لي كوموند وهاد زعما تبارك الله عليها. عندها ما تقول في يديها البنه، وقالت ليها صاوبي لي البنات وصيفطات لينا وحده ديالي وحده ديال اختي، لان صيفطات لي نيشان انا عاد نصيفط لاختي في لابوست حيت ما كاينش ترونسبور للمدينه اللي فيها اختي. دونك قلت لها صافي غير صيفط لي انا هنا وانا نصيفط ليها في لابوست. وكان هذا الصابون البلدي نديرو الحمام المغربي. ايوا هذا ما كان صيفطات لي مسكينه حتى لويزا، حيت عارفاني عندي مشكل ديال الناس كتقول لي شربي لويزا باش ترخاي باش تنسي. شكرا ماما. ودابا عاد غادي نوريكم كيفاش انا كنوجد السفوف. الوغ انا خديت هاد الزنجلان كيتباع لنا في تي ام بيو كيكون نقي، ما عرفتش علاش هاد المره تحت فيه شويه، كان ماشي موسخ ولكن كان شويه فيه. عاتي مين شفتو ديك الليله كان الصباح زعما ليله رمضان شفتو كحلت بلا ما قلت ناري على زهر عندي، نهار بغيتو نهار حشمني. عاد بديت كندوز هكا كنقيه، دوزتو رابيدمون لان ما كانش موسخ شي زعما موسخ بزاف. بالنسبه للوز شريتو منقي ليه لا يعذب شي واحد، الحمد لله مسهلينها علينا. شريت هذاك اللوز اللي كيكون منقي، يعني كان خصني غير نقليه ديريكتومون. صافي بديت بالطحين، انا درت قياس كيلو كيلو كيلو، يعني قياس كيلو ديال اللوز كيلو ديال الزنجلان كيلو ديال الطحين. هنايا درت وقيله درت كيلو لا روب ديال الطحين. صافي دخلت هو الاول حمرته حيت كياخذ الوقت، وعرفتي الدار كي كتولي ما نعاودش ليكم. الجيران كلهم ساقوا الخبار، وتي مع بالليل لا ساليتو حتى لشي وحده د الليل، عاد ساليتو. صافي درت الطحين يتحمر وهانتوما معايا. صفيتهم باش ما يهبطش داك الشيء ديالهم القاصح. اللوزة البنات انا راه شويه حرقتو الاول، يعني طلق ليا الاولى شويه حرقتها، ما ديروش بحالي ما خصوش يكون محروق. صافي هنايا بديت كنطحن، طحنت كل شيء الزنجلان اللوز صافي وخلطت مع الطحين.
درت سكر بودر، سكر غلاسي، درت شويه ديال القرفه صافي، والجوزه، هذه الجوزه اللي كنوريكم دابا صافي. وخلطت، خديت الزيت اللي قليت فيه اللوز، صفيتو، زدت عليه الزبده مذوبه وخلطتو. كتلوحو حبات ديال اللوز هكا كساينين باش كيجيو هكا باينين زوين. الاخر ديال لا فيديو كان كتحب لي صورتو، لقيت راسي ما تصورش ليا. المهم هذا هو السفوف ديالي، وكنتمنى تعجبكم لا فيديو.